خلاص. طيب هنكمل برضو اللي ايه بقيه اللور لمب عشان يخلص ان شاء الله. الله يسلمك والله انا كان نفسي حد يقول لي كده بصراحه يعني، برغم انا مريض وجاي لكم والله عشان انتوا اغلى من المرض، بس كنت انا محتاج ده بصراحه. كتر خيرك بصراحه والله، يعني واحده بس اللي قالت الف سلام. وايه ده. طيب بالنسبه للانكل جوينت نمره واحد ورا الميديال مالولاس دهيت، في حاجه فيري امبورتنت حتى في العملي لما باجي اعلم عليها بعلم عليها ورا الميديال مالولاس بالظبط، وده التندم بتاع التبيالس بوستيريور حافر الميديال مالولاس. ميديا المالوس وعليها التندون بتاع التبيالس بوستيرو، نفس على ورا اللاترال مالوس دهيت في اتنين تندون، في البرنيس لونجاس واللي عامل اصلا الجروف البرنيس بريفيس وراهم، ورا التندون ده همت في اتنين استراكشرز ماشيين ورا اللاترال مالوس اللي هو الشورال نيرف والسمول سافينس فين. لكن قدام الميديان مانولاس دهيت ماشي ايضا اتنين استراكشر اللي هم الجريت، ماشي قدام هنا هو الجريت سافينس فين ومعاه السافينس نيرف، دول in front of the medial malleolus. ورا ال 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 الانكل جوينت دايركتلي بلاقي الايه تندو اكيليس دايركتلي وراها. قدام الانكل جوينت بلاقي توم هاز فيري نايس دوج، وازود عليها البرنيس تيرشس. وراها او بوسترو ميديال بلاقي توم داز فيري نايس هات. تمام كده؟ تمام. ادي الايه التيلس اهي. الهيد اوف ذا تيلس ارتكوليت مع النافيكولار بون ومع الكيوبويد بون. التيلس دهيت ارتكوليت مع الكيوبويد بون في تو جوينت انتيريور وجوينت بوستيريور. الجوينت الانتيريور دهيت مشتركه مع النافيكولار بون. هذه الجوينت بيسموها تيلو كالكينيو نافيكولار جوينت. تيلو كالكينيو نافيكولار جوينت. وهنا هوت الايه السبرينج ليجامنت من التيوبروس بتاع النافيكولار بون وسبورتنج الهيد وسبورتنج الميديا لونجيتيودنال ارش. ولو اتقطع هذا الليجامنت هيحصل فلات فوت. هذا الليجامنت اسمه بلانتر كالكينيو نافيكولار او السبرينج ليجامنت، ده سبورتنج الهيد. تمام. انا عندي الانفيرشن والايفيرشن. الانفيرشن والايفيرشن ما بيحصلوش عند الانكل، بيحصلوا عند السب تيلر جوينت، والسب تيلر جوينت هي البوستيريور جوينت ده ايه سب تيلر جوينت، ده اول واحده. وما بين والتيلو كالكينيو نافيكولار جوينت، تيلو كالكينيو نافيكولار جوينت ما بين الهيد وما بين النافيكولار وتحتهم الايه الكالكينيوس، وما بين الكالكينيو كيوبويد الكالكينيو كيوبويد والتيلو كالكينيو نافيكولار دهيت دول بيسموها الميد تارسل جوينت. فالانفيرشن والليفيرشن بيحصل عند السب تيلر ودي البوستيرور اهي، وما بين الايه تيلو كالكينيو نافيكولار وجنبها من الناحيه الثانيه الكالكينس كده اهو الكالكينيو كيوبويد، ده الميد تارسال جوينت. عند الاثنين دول بيحصل الانفيرشن والايفيرشن. وزي ما انتم عارفين الانفيرشن بتعمله تبيالس انتيريور وتبيالس بوستيرور الاثنين مع بعض بيعملوا الانفيرشن، زائد الاكسنسور هالوسز لونجاس
لانها ماشيه هنا فممكن تقلب الايه الاكستنسور هالوسز لونجس تعمل مش كده وبس. الاكستنسور ديجيتورم لها اربعه تندون، الاثنين الميديال ده هم ممكن يعملوا، واثنين ميديال اكستنسور ديجيتورم لونجس ده اللي بيعملوا الانفيرشن اوف ذا فوت. وافتكر ان تيبيال سانتيرو وتيبيال بوستيرو يعملوا انفيرشن. اللي بيعمل ايفيرشن اوف ذا فوت الاثنين ده هم برنياس لونجس وبرنياس بريفيس، زائد طالما في اثنين ميديا كانوا بيعملوا انفيرشن يبقى الاثنين لاترال هيد بتوع الاكسنسور ديجيتورم لونجس يعملوا الايفيرشن، زائد البرنياس تيرشاس ده الانفيرشن والايفيرشن. مفهومه؟ من اللي بيعمل انفيرشن وايفيرشن، ولما بيحصل لا ما بيحصلش ما بيحصلش ما بيحصلش ابدا. بس انا مبسوط انك انت قلت لي الحمد لله. I'm very happy. يعني دي اسعد حاجه شفتها النهارده وهشوفها. ممكن تقوليها تاني؟ أجمل حاجة في الدنيا كلها المشاعر الإنسانية الطيبة، أجمل ما في الكون كله. تمام، مبسوط أنت طبعا عشان أنت كان فيري هابي. تمام تمام. في ساعات أبص ألاقي في ميل، الحمد لله، ولاقي هذه الفيميل متعوده انها تلبس تايت شوز، تايتلي فيتد شوز. ابص الاقي الصابع الكبير بتاع رجلها ده هوت كده اهو، وادي رجلها اهي ليه كده، وادي بيت الصابع اهم. ابص الاقي البيكتو ديفييتد مور لاترال عن النورمال، دي اللي بيسموها هالوكس. هالوكس يعني البيكتو، هالوكس فالجاس يعني البيكتو ديفييتد مور لاترال. هذا الديفيشن ده هو بيزيد مع الوقت. ليه؟ لان الاكستنسور هالوسز لونجس ماسكه من قدام من اهو، ومن تحت الفليكسور هالوسز لونجس ماسكه من تحت، فالاثنين ده هم طول الوقت بيشدوا، ودي زاويه فيشدوا عليها فيزودوا الانجل، فدي بيبقى بروجريسيف بالاكستنسور هالوسز لونجس والفليكسور هالوسز لونجس. ومع مرور الوقت ابص الاقي ويوجوالي مع مرور الوقت بيحصل انفلاميشن في هذه الجوين اللي هي ما بين الفيرست ميتاتارسل والفالنكس بتاعت البيكتو، يحصل فيها انفلاميشن تحمر تزرق وتبقى بينفول بينفول. تمام. ومع مرور الوقت يحصل التهاب جوه المفصل ده اهو ما بين الفيرست ميتاتارسل وبين الفالنك البروكسيمال فالنكس اوف ذا بيك تو، ويحصل انفلاميشن واوستيو ارثرايتس، والجوينت ده هي تتدمر، ولو اتدمرت مش هيبقى فيه موفمنت خلاص للبيك تو لان ديت خلاص فيكسد بقت فيبروز وانفليمد وكلها، بيسموها هالوكس ريجيدنس. دي موجود فيها سؤال ودي موجود فيها سؤال. هالوكس فالجاس لانها كومن على فكره، وكتير منكم 100% شافها 100%.
الميل لا، الميل لا، لكن هو الفيميل بس اللي بيجي لهم الحاجات كلها. الميز ما بيجي لهمش اي حاجه غير برد، برد وبيتقال لهم ايه؟ سلامتكم، بيخفوا خلاص يا ما فيش. الهالوكس بالجس عليها سؤال، والهالوكس ريجيدس عليها سؤال، والاكسس دهية بيزيد، وابص الاقي مور ان فيميل، والاقي في اسوسيشن ان الفيرست ميتاتارسال بون دهية بتبقى شورت، ده اسوسيشن مع هذه الهالوكس فالجاس. الاقيها ان فيميل نمبر 1، والاقي نمبر 2 في شورت الفيرست ميتاتارسال بون، ده اسوسيشن. كان مولود هي خلقيه كده مولوده بان الشورت الفيرست شورتر عن الطبيعي، ده الهالوكس فالجاس. الحاجة الثانية برضو الامبورتانت اللي هي الانتيريور، انتيريور كومبارتمنت ليج سندروم. لو انا خدت مقطع في الليج هبص الاقي دي الديب فاشي اهي، وهذه الديب فاشيا هنا هوت التيبيا، وهنا هوت الفيبولا، وفي لاترال انترماسكولار سيبتم وانتيريور. مقسمين ديس ده انتيريور كومبارتمنت، لاترال كومبارتمنت، والبوستيريور كومبارتمنت. والانتيريور كومبارتمنت دهيت ببص الاقي فيها ماسلز، فيها ماسلز. ثانيا فيها نيرفز وفيها ارتريز. الانتيريور تيبيال ارتري وفيه نيرف الديب برينيال نيرف، وفيه فينا كوميتانس ماشيه مع هذا الارتري، اثنين فينا كوميتانس ماشيين مع هذا الارتري. تمام كده؟ تمام. بيحصل طالما سمعت سندروم الكومبارتمنت سندروم، يعني في كومبارتمنت حصل لها كومبريشن نتيجة تروما. أبص ألاقي ده دي المصل أهي، أدي المصلز أهي، وأبص ألاقي مثلا العيان اتعرض لتروما، وقع مثلا من ايه؟ من فوق البيت. هبص الاقي يحصل فيه فيوجوال معاه فراكشر، يبقى تروما. ادي واحد اهي. ومع التروما يوجوالي في فراكشر لبون. ده يوجوالي مش اولويز. وبص الاقي العيان يجي الرجل سليمة حلوة، لا مفتوحة ولا متعورة ولا حاجة خالص نهائي. ألاقي العيان يجي بالشكي من بين هذا البين ده، هو ايكينج بين ينقع عليه، وديب بين جاي من جوه رجله، وميبي سيفير بين، واوت اوف بروبورشن، اوت اوف proportion of the injury. يعني ايه؟ رجله سليمة وكويس وقاعد ونايم في السرير ويصوت ويلم الناس عليه، عندي قلق سيفير بين. يا عم رجلك كويسة اهي، وابص الاقي كمية الالم اللي بيشتكي منه اكتر من الحقيقة اللي انت بتبص لها، ده يلفت نظرك. Out of
proportion of the injury. بيشتكي من severe pain والبين ده deep pain و aching pain. هي رمت كل حاجة, رمت الموبايل, رمت الإعلام بتاعتها, رمت كل حاجة, قالت عشان كده أبقى إيه حرة. إيه آه مبسوطة ما رمت الموبايل. دي أول علامة سيئة إن العيان أوت أوف بروتين, تيجي تلمسيه يا دوب تقرب يصوت يا عم. أنا ما جيتش ياما, دي علامة تدل إن ممكن يكون في أكيوت كومبارتمنت سندروم. ثانيا ابص الاقي نتيجه هذه التروما بيحصل فيه إديمة, ابص الاقي المنطقه طبعا سولن لما يحصل تروما هنا اهوت, هبص الاقي سولن كومبارتمنت فلويد تشو فلويد هينزل يملا الكومبارتمنت ده اهي. فاول ما هيضغط هيضغط على النيرف, عشان كده أول علامة بين. بعد كده لو أنا سبته معالجتوش الإديمة هتزيد, هتضغط على الفينز لأن الفينز ديت الوول بتاعها صغير, أما تضغط على الفين تعمل مور إديمة زي ما أنت عارفين مور إديمة ومور بين. بعد كده هتيجي ضغط على الارتري وهنا تقع الكارثه المحققه. ابص الاقي العلامه السيئه الدورسالس بيدس ارتري ابسنت ابسنت بلسيشن, there is no pulsation في الدورسالس بيس ارتري. ادي اول علامه سيئه دليل ان الارتري اتضغط عليه واتقفل. مش كده وبس, ابص الاقي الموفمنت بتاعه المسلز دهيت also absent. بالنسبة للبين ده هو كاركترستيك للبين ده هو في حاجتين. نمرة واحد لو العيان عمل دورسي فليكشن للجوينت هيزيد الألم, لو هو عمل دورسي فليكشن للجوينت لأنه هيحرك المسلز وأصلا مسل كومبريست فالألم يزيد. لو أنا عملت باسيف ستريتش بلانتر فليكشن, ده باسيف ستريتش بلانتر فليكشن للأنكل جوينت, الالم ايضا يزيد انكريز مع الباسيف. يعني انا اللي هعمل بلانتر فليكشن لكن دي كان دورس فليكشن هو العين اللي هيعمل, دي ايضا كاركترستيك للالم انك تقول لك الالم ده اكيوت كومبارتمنت سندروم. ده من ضمن العلامات السيئه الدورسالس بيس ارتري ده ابسنت, ادي علامه. العلامة السيئة التانية ان الاقي loss of sensation على المنطقة اللي بتتغذى بيه الانتيريو تيبل او الديب برونير اللي هي فين؟ في الويب سبيس ما بين الفيرست والسكند تو هنا اهو. loss of sensation في الويب سبيس ما بين الفيرست والسكن, دول أسوأ ما ممكن تتخيليهم. بالس مش موجود وسنسيشن هنا لوست, معناه ان ايه الموضوع دخل في السيريس ذا موست سيريس. والباد ساين بقى الباد ساين الفيري باد ساين ان انا اتك على المصل ده هي يبقى فيه تندرنس تندرنس على المسلز, دي باد ساين. يعني معناها ان المسل دهيت حصل لها نيكروزس وكسرت.
ده الاكيوت كومبارتمنت سندروم. في سؤال على الاكيوت كومبارتمنت سندروم كذا واحد والباد ساين، الباد ساين ده اهي موجود عليه سؤال لوحده. تندرنس برضو من ضمن العلامات السيئة الاثنين ده هم نتيجة arterial occlusion dorsalis pedis artery، ثانيا loss of sensation، خلاص ما فيش دم خلاص. البين فيرس كاركترستيك، يعني ممكن تيجي الكيس بس بالبين، بس البين لوحده كانكريز مع الدورس فليكشن وانكريز مع البلانتر فليكشن ودي بايكن واوتو بروبورشن اوف ذا انجري لوحده لو وقف كده هو اكيوت كومبارتمنت سندروم. ده بالنسبه للايه؟ للاكيوت كوم. واضح؟ يجب ان يكون واضح اكيوت. وفي اكيوت كومبارتمنت سندروم في المين؟ في الفور ار ايضا. حسب اللي اتخبط. يعني هي يعني لو الاثنين اتخبطوا ممكن يحصل في الاثنين. دي بتعمل اهتافات على طول، يحيى مش عارف ايه، يحيى مش عارف ايه، يحيى مش عارف ايه، يحيى اهتافات. بس انا سعيد بالحاجه دي، انا كان نفسي لو ما كنتش قلتها كنت هزعل جدا واخد بعض واروح عشان، لكن انتوا بصراحه طيبين. تمام، يبقى الاثنين دولت فيري امبورتنت. المهم الثاني الاقل اهميه، مش المهم، انا عندي الرجل اهي، ودي فيها كيس واحد سافر لونج ديستنس وراكب في الطياره مثلا من القاهره لغايه اليابان او لغايه الصين، لونج ستاندينج ايروبلين جيرني او لونج ستاندينج سيتينج، ويجي العيان يشتكي من بين في القلب، بين ان ذا كالف نمره واحد. نمره اتنين ده هي ده الشكوى، ده السيمتومز الساين. اجي اكشف على العيان ابص الاقيه سوولن يعني منفوخ، وتنس يعني مشدود، وتندرنس كالف سمنت الرجل لها مشدودة مش طرية واتك عليها بينفل وسوولن شوية عن التانية. اول ما بفكر 100% ان ده ديب فين ثرومبوزس، ديب فين ثرومبوز او دي في تي. في ساين لو العيان ده هو اتعمل دورس فليكشن للانكل جوينت البين هيزيد، سواء هو عمل دورس فليكشن ولا انا عملت له باسف دورس فليكشن، انا هعمل ستريتش للسوليوس ماسل، لان كل المشكله في الفينز اللي جوه السوليوس ماسلز، الفينز اللي جوه السوليوس ماسلز لانها فيري اكستنسيف، فلو عملت الدورس فليكشن للانكل الالم هيزيد. دي مش مهم، هما ساين
performance sign. لكن دوز فريكشن هيزود البين. انديكيت ألسر ان ده deep venous thrombosis. ده الكلاسيك بيكشر والديب venous thrombosis. لكن لازم تحط في دماغكم sometimes يحصل deep venous thrombosis وزود دول كلهم. في بين مفيش بين, تندر مفيش تندر, هومان ساين مفيش هومان ساين, القلب حلو وفي جوه ديب بين الثرومبوزس, واول علامه تظهر ان الثرومبس ده هي تيجي طالعه ماشيه هتروح في الفيمورال فين, ومن الفيمورال فين للاكسترنال, ومن الاكسترنال للكومن الياك فين, وهتروح للانفيريور فينا كيفا وتيجي داخله في الهارت في الرايت سايد اوف ذا هارت, واول محطه تمسكها البلمونري ارتري. تعرفين البلمونري ارت طالع من الرايت فينتريك, فاول ويحصل بلمونري امبوليزم, وهذه كارثه محققه لا ينجو منها الا 5% من العيانين, وشرط انه يكون اساسا يكون في المستشفى وجات له الامبوليزم ونقلوه على طول على العمليات وفتحوا وشالوا له الثرومبس من جوه البلمونري, ماسيف بلمونري امبوليزم سببها ديب فينوس ثرومبوزس وسايلنت, احنا مش حاسس بيه ولا الدكاتره حاسين بيه, ممكن عين نايم في السرير فترة طويلة عنده مرض معين ونايم في السرير وطول النهار السمنت الجلدات ضغط على السرير فيحصل فيها ديب فينوس ثرومبوزس. وذلك من ضمن الحاجات المهمة في العين البيت ريدن ده هو انك تقلبه وتحركه وتعمل له مساج للكالف ماسلز عشان تزود السيركوليشن فيه ما يحصلش استاجنيشن وثرومبوزس وصادن ديس. نعم؟ ممكن تكتب اسم ساين؟ ايه؟ ممكن تكتب اسم ساين؟ ساين هومان ساين. بس انا مش عايز ازود لكم الايه؟